لو ما دفعتش الفلوس اللي عليك هاخد منك النص جراد. حدش قالك تخلف جرطة عيال وتتداين؟ اللي مخلف عزه من صلبه كيف سليم وعوضين وعبد الدايم وخليفة وسيد وأشرف ما يتهدلش. تعرف تربيهم ويبقوا ظهرك وسندك أبرك من قرطة عيال ما تلاقيهمش وقت ما تحتاجهم. لايك هو أقوى دعم يمكنك تقديمه لنا، لا تبخل علينا به.